انتبهوا على نفسكم يا عيال، انا رايح اشتري اشياء وجايه. ماما فين رايحه؟ بجي معاكي. خليكي جالسه انت واخوكي هنا. طيب في البيت. طيب والله حماس من فيلا. ايش تقولي؟ لا لا ولا حاجه. انتبهوا على البيت، انتبهوا على نفسكم، قفلوا الابواب ولا تفتحوا. طيب طيب تمام تمام، يلا مع السلامه، في امان الله. اوف والله الحين يجيك الحماس اللي من زمان نستنى امنا متى تروح عشان نفلها. هنعبي المطبخ كله صابون ونتزحلق ونسوي كل شيء نبغاها. لا 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 ما هنتزحلق، بل مين هنظف؟ انت ولا انا؟ ما نعرف ننظف يا شيخ. انت ايش فيك نكد؟ يعني النكد يجري في دمك ولا؟ خلاص نتزحلق ويصير اللي يصير. ما هنقدر ننظف، وامي حتخاصمنا تقول مين سوى كذا. طيب طيب مع التعاون راح نخلص بسرعه. حركات داره ما حتمشي معانا، ما حنتزحلق وخلاص. عندي فكرة أحسن، ندخل المطبخ ونسوي لها أكل، نسوي أشياء أمي ما كانت تخلينا نسويها. حبيت حبيت الفكرة. طبعا يجي منه العسل، ما يجي العسل، ما يجي منه إلا بفكر العسل. أسوأ أنواع العسل. أهم شيء عسل. نعم خير قاعد تسلكي. المهم قولي إيش راح نطبخ؟ إيش راح نطبخ؟ نسوي رز بالدجاج ونسوي رز باللحم. لا والله كان خلينا امي تسوي لنا، ليش يعني من وراها نسوي رز؟ صحيح، نسوي مكرونه بالصوص. بلها بالا، ايش مكرونه رز اشياء زي كذا كنا غدا؟ لا نبغى اشياء يعني حلوه. نسوي مندي. خلاص خلاص اسكت، انا اللي بقول ايش نسوي. امشي امشي معايا مطبخ، يمكن نسوي 20 حبه يندوم، نسوي تحدي. نعم 20 حبه يندوم كلي لحالك. يعني مو تحدي تحدي يعني، بس نسوي مثلا يعني نسوي دمي حار. امشي يلا. اوكي تمام، يلا تقومي نروح المطبخ. قومي انت اول شيء وانا بعدك. طيب يلا انت اول شيء قوم بعدين انا. لا اول شيء انا قلت، يعني انت اول شيء تقومي. ايش يعني خايف تروح لحالك ولا ايه؟ يما خايف يعني ايش يعني؟ حيكون الدودو. يلا يلا خلاص مع بعض يلا. اتفقنا اتفقنا. ما في ندومي مع الاسف، يلا روح روح اشتري. خير ايش فيك؟ بس امزح معاك. لا تمزح معايا. انت قد الارك اللي سويتها؟ قدها قدها وقدود. عندك شيء؟ صار جني ولا ايش؟ شو هذه حركات جالسه تسويها؟ جالسه احمي، جالسه احمي نفسي عشان يجيك بوكس في حياتك ما شفته. اوف بوكس بوكس مرة واحدة. خليك خليك سوي نفسك شجاع، ما انت خايف، دحين اوريك كيف. والله لا اوريك. يما الحقيني، يما يما الحقيني. مرة مرة مت من الخوف، الحقوني ناس. نعم ايش جايبك معايا؟ اطلعي برا. ليش اطلع برا؟ ما حتكلم مرة في حياتي، ما انت اختي. لا لا انا ما جيت اسوي مشاكل، بس جيت نتصالح عشان انا سويت الاندومي، قلت ناكل مع بعض وهذا نتفرج. كل حقك الاندومي لحالك يا دبه، بعدي مني. بس بلا دلع قصدي. انت الدلع. طيب طيب يلا تعال ناكل. ما حاكل معاكي ولا اكل معاكي، حقول لامي كل شيء. انت البتاتي وسويت كل شيء. ضربتني وضربتك، ما في حد زايد عن الثاني، انا زودت شويه بس عشان انا اكبر منك. يلا يلا تعال ناكل مع بعض عشان نشغل تك 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 تك. اصص يلا بسرعه قبل ما الاكل يبرد، وناكل نتفرج يلا. هذا الحين نجي ناكل، لا تنشبيني. بسم الله ربي صوت، والله سمعت صوت الباب، والله كأنه في حد يدق الباب ويدخل. سمعت صوت ليك المجنون في الحارة يجي عندنا. امجد لي شروط، ايش نسوي؟ نسوي كيف نسوي؟ احنا دحين دخلنا الغرفة، بس انا خايفة يدخل لنا الغرفة لانه سهل يدخل الغرفة، امي ما هي فيه كمان. كيف يا خلنا ندس في الدولاب، هو المكان الوحيد محجوبنا فيه. انا شبيه ما قدرت اتنفس، انكتمت